تقول أقوم بفحوصات عند الطبيب في كل شهر، فهل في ذلك مخالفة للتوكل؟ إذا كان فيك مرض والطبيب قال لك لازم تراجع بعد كل شهر نشوف المرض هل هو يخف أو يزيد أو لأجل مراقبة المرض، فلا بأس بذلك، هذا من العلاج والتداوي مباح والحمد لله. أما إذا كان ما فيك خلاف وصاحي فلا تدخل على نفسك الأوهام، نعم، ولست بحاجة إلى الفحص، نعم.